من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل مجال الاستطاعة أمرا يمكن أن تتحكم فيه أشياء لا تدخل في الاستطاعة، ففي ضبط المكيال والميزان قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان. ولذلك قلنا إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة، وإن كانت في المتوسط فوزنه له آلة، وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي يحرج الصغير فيها فإن له آلة مضبوطة. قلنا يضعونها في فوانيس من الزجاج حتى لا تتأثر بهبة الهواء. فقول الحق لا نكلف نفسا إلا وسعها إباحة للأشياء الزائدة التي أو الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة. ثم قال الحق سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم، القول نعلم إنه نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ينفعل للمطلوب فيها خبرا أو إنشاء، والقول مقابله الفعل وكلاهما عمل، فالقول عمل والفعل عمل. فإذا قلت قل أو افعل فافهم أن القول متعلق جارحة اللسان والفعل متعلق كل الجوارح ما عدا اللسان. فإذا رأيت ففعل، وإذا سمعت ففعل، وإذا شممت ففعل، وإذا لمست ففعل، ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول. إذا قلتم فاعدلوا، وهل العدل مقصور على القول أم العدل أيضا مقصور على الفعل؟ نعم، لأن العدل إنما يكون في خلاف بين اثنين، وهذا لا يتأتى بفعلك وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك. وإذا ما تعودت العدل في قولك ألفته حتى في أعمالك الخاصة الأخرى. وإذا قلتم فاعدلوا، القول منه الإقرار أن تقر على شيء في نفسك، قله بالعدل وبالحق. الشهادة، قلها بالحق. الحكم، قله بالحق. الوصية، قلها بالحق. الفتوى، قلها بالحق. إذن فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات، لأنك إذا قلت بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة، وميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح باطل على حق. لأنك إذا حكمت من حق من واحد حقا ليس للآخر فإنك أعطيته، فإنك تزهد المتحرك في الحركة. لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل الأمور، ولم يعد قوم يعيشون دماءهم بحركة سواه. إذن فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرشيدة. وإذا قلتم فاعدلوا، والذي يؤثر في العدل هو الهوى. يوجد هوى يحاول أن يميلك إلى ناحية ليس فيها الحق، وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقا بك أو بقرابة لك. في واقع الأمر أنك تريد إن حكمت والعياذ بالله باطلا أن تسعد ذا قرباك، إنك لم تؤد حق القرابة، لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرم. حق القرابة يجعلك تحمي عرضه وتحمي دينه
قبل أن تحمي مصلحته في النفعية الزائلة. إذن يقولون أن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قربة. صحيح المحكوم له ذا قربة معقولة، إنما عليه ذا قربة كيف يكون هذا؟ قال لك لأنك حين تحكم له بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه. ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. بعهد الله، ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه، وأول عهد وقمة العهود هو الإيمان به سبحانه. والإيمان به سبحانه ترتب عليه أن نتلقى منه التكليف، فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه تعتبر عهدا داخلا في إطار الإيمان، لأن الله لا يحكم حكما أو يبينه لمكلف إلا بعد أن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني يا من آمنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة وآمنت بأني إله، خذ التكليف مني لأنك قد دخلت معي في عهد هو الإيمان. ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافرا به، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا. ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان بمن حكم به، فلا تبحث العلة في كل حكم، وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل كذا، فعلة كل أمر هو الحكم به. وبعهد الله أوفوا ذلكم إشارة إلى ما تقدم من أول قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، أي تلك العهود. وإحنا قلنا أن التوصية تخصيص للتشريع، لأن التشريع يعم أحكام كثيرة جدا، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع. ولذلك هذه الآيات قال عنه ابن عباس لم تنسخ في جميع الكتب، يعني ما في الشرع جاء لينسخ واحدة من هذه التي جاءت في قوله قل تعالوا، وكلها محكمات، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. ولذلك يقول اليهود الذي أسلم وهو كعب، يقول والذي نفس كعب بيده، لأن هذه لأول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأوفوا بعهد والموفون وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية الأخيرة بقى اللي جمع لكل شيء، دول 9 اللي مروا، 9 أشياء، 5 قال فيها لعلكم تعقلون، وأربعة قال فيها لعلكم تذكروا، والعشرة هيقول لعلكم تتقون. العشرة اللي هي ايه؟ جامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى ختم الوصايا 9 بقوله ايه؟ إن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه. صراط المستقيم يشمل 9 دي، ويشمل كل ما إيه؟ ما لم يذكر هنا. يلاحظ أن الخمسة الأول زيلها الحق بقوله لعلكم تعقلون، والأربعة اللي بعدها زيلها الحق بقوله لعلكم تذكرون، والواحدة الجامعة لكل شيء قال لعلكم تتقون. ما الفرق بين التعقل وبين التذكر وبين التقوى؟ الأشياء الخمسة الأولى التي قال الحق فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه أشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن،
بيشركوا بالله وبيقتلوا الاولاد مش عارف كذا وبيقتلوا النفس وعملوا كانت موجوده. فقال لهم تعقلوها، فاذا ما تعقلتموها تجدون ان تكليف الله بمنعكم هذه الاشياء امر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث في الاشياء بمقدمات سليمه ونتائج سليمه. لكن الاربعه الاخره هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها، اللي يجيب يتيم واللي يعمل كذا واللي يوفي بعهده واللي يقول مش عارف. كل دي كانوا بيعملوها، فاللي كانوا بيعملوها قال لعلكم تذكرون، يعني اياكم ان تغفلوها. اذا كنتم تفعلونها وانتم على جاهليه فافعلوها من باب اولى وانتم على اسلاميه، فاذكروا ذلك جيدا ولا تنسوه لانهم كانوا يفعلوها. اما ديك طلب من عقولهم ان تجيء لتبحثها من جديد وتشوف حكم العقل فيها ايه. اشراك بالله، قتل للنفس، قتل الاولاد من املاق، كل دي هم ما كانوش كانوا بيعملوها. فقال لهم تعقلوا حتى تعرفوا ان التشريع انما ذهب الى ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. اما الاشياء الاربعة فهم كانوا يفعلونها بالفعل ويتفاخرون بانهم يفعلونها، فلم يطلب منهم ان يتعقلوا فيها ليفعلوها، وانما طلب منهم ان يداوموا تذكرها حتى يصنعوها في اطار الاسلام فوق ما كانوا يصنعونها في اطار الجاهلية. واما الاية الوحدة الاخيرة اللي هي العاشرة وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فنظرا لانها تستوعب كل الاحكام ايجابا وسلبا نهيا وامرا فقال إنما تصنعون ذلك لتقوا نفسكم آثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى وأول جنودها النار. وأن هذا صراطي مستقيما، وقلنا الصراط هو الطريق المعبد ويأخذ منه صراط الآخرة، ولذلك يقول لك ادق من الشعرة واحد من السيف. ليه يعني معنى هذا الكلام؟ يعني اللي ماشي عليه لازم يكون ايه، ما يمشيش مترنح، لانه لو راح كده ينتهي. يبقى كلمة صراط معمول بدقة، مش طريق مباه واسع تروح يمين وتروح شمال وتيجي، لا لا، ده هو ايه زي ما بيقولوا ادق من الايه، ادق من الشعرة. ليه؟ علشان تقدر تمشي ايه، تمشي فيه عدل، ما تنصرفش لا كده ولا إيه؟ ولا كده. ليه؟ لان الميل كما قلنا في الالتقاءات في البدايات والبدايات والنهايات، انك اذا ابتديت المكان ثم اختل توازنك فيه قدر مليمتر كلما سرت يتسع الخلل، كل ما تسير يتسع الخلل. اللي بيفرق شريط سكة حديد عن شريط سكة حديد ايه؟ وهو ملي، هو بتاعت القضيب الرفيع ده اللي ملحوم في التاني، ساعة المحولج ما يعملوا كده، يجي فرقة كده يروح مودي ده على اسكندرية ومودي ده على اسماعيلية. يبقى اذا اي انحراف بسيط في نقطة البداية يؤدي الى ايه؟ كل ما ابتعدت عن نقطة البداية كل ما تبعد تزيد الايه؟ تزيد الهوة. وضربنا لكم مثل بمركز الدائرة. مركز الدائرة هو المكان اللي المحيط بالنسبة للمركز في كل الاتجاهات سواء، يبقى بنسميها انصاف ايه؟ انصاف اقطار، سواء ولا مش سواء؟ فالنقطة التي ترتقي فيها انصاف الاقطار، تقعد انصاف الاقطار تيجي من المحيط كده الى المركز، كل ما تقرب من المركز تقرب من بعضه، وكل ما تبعد عن المركز تتسع. فاذا ما انتهت الى المركز زابت الالتقاءات حتى صارت في شيء واحد. لذلك الدين كل ما نلتقي فيه ونقرب من بعض يبقى شيء واحد، كل ما نبعد شوية عن بعض كده يبقى اشياء وسبل ايه؟ وسبل متفرقة. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده وقال هذا سبيل الرشد، اللي بيقول فيه وإن يروا سبيل الايه الرشد يتخذوه ايه سبيلا، ثم جاء على اليمين وخط خطوطا على اليمين كده وعلى اليسار وخط خطوطا
وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوا واتبعوا الصراط المستقيم. لان خط الاول كده قال دخل سبيل الرشد، والخطوط التانية دي ما هي جت على الجانب اهي، لو ما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش؟ تتسع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك كل اهل الحق واهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء، هذا الالتقاء يظل يقرب 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 الى ان يتلاشى الكل في جزء. تلتفت لها نقطة واحدة، نقطة واحدة تلقت فيها كل الايه؟ كل الخطوط. وان هذا صراطي، وقلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم، لان احنا قلنا ما يمكنش قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه؟ غير مستقيم. اما كونه صراط يبقى سهل المشي فيه، واما كونه مستقيم فيبقى المسافة ايه؟ المسافة صغيرة. وان هذا صراطي، شوف بقى شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم اليه في دينه منسوب الى رسوله، ان هذا صراطي مستقيم، صراطي مستقيم، يعني انا اسيره، فانا لا اغش نفسي، والذي افعله وامشي فيه امركم بان تمشوا فيه، انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى، وان غششتكم جميعا لا اغش نفسي، فهو صراطي الذي اسير فيه، فاذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا ان اجعله لاتباعي من باب اولى. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي، لا، عن سبيل الرسول يعني، قال عن ايه؟ عن سبيله، صرفها الميل، فكأن سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم، ده بتاع ده قد بعضه. وما نقوا منهم الا ان اغناهم الله ايه؟ ورسوله. النسبة ايه؟ نسبة الفعل والحدث الميل واحد. فالاول ان هذا صراطي، وبعدين قال ايه؟ سبيله. نعم، مش صراط انا عامله لنفسي، ده انا عامله علشان اخذ بايدكم وانيب جميعا الى مين؟ الى الله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض، يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية، قالت اليهود ايه؟ ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى لا الله، والتانيين قالوا ايه؟ لا دول على شيء ولا دول على شيء، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى في كم قول هنا؟ ثلاث اقوال. اليهود قالوا ليست النصارى، والنصارى قالت ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون هم اهل الجماعة بتوع مكة، مثل قولهم، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قول مين؟ قول اليهود وقول النصارى، يعني قالت اليهود ليسوا والنصارى ليسوا ما لا شيء. ادي السبل اللي متفرقة. وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه؟ طوائف متعددة، كل طائفة لها شيء تتعصب له، وترى ان الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل. وده كيف ينشأ هذا مع ان المصدر واحد والتنزلات الالهية على الرسل واحدة؟ ام قال لك آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية، شهوة السلطة الزمنية. ايه يعني شهوة السلطة الزمنية؟ يجي واحد مثلا ويبقى له مكانه ومش عارف ايه ونفوذه بتاع، وبعد ذلك يجي اولاده، يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا الخلافه، ولا ياخدوا منه اي حاجه من دي، كل واحد يعمل له ايه؟ يقوم يبقوا ابناء واحد شيخ واحد، وتلتفت لاهله وده طريق وده طريق وده طريق وده طريق، ايه ده؟ هو طريق واحد. اما قال لك لا، السلطه الزمنيه، هذا يريد ان يتزعم فريق، وذلك يريد ان يتزعم فريق، ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. وآفة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان اليهود اختلفوا 71 فرقة، واحدة منهم اللي على الحق، وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقة، واحدة منهم على الحق، وامتي افترقت 73 فرقة، واحدة منها على الايه؟ على الحق. واحنا نلاحظ صحيح كيف تلاقي عدد المذاهب والفرق، وان كنتم ما تسمعوش بها لانها ماتت، ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون ان يعيشوا في جلالها. فانما فرق كتيره. الافه جايه منين؟ لان مثلا يجي حكم من الاحكام يرى فيه واحد رايا، وياتي الاخر فيرى رايا، يقوم حنجل الاصل على ان هو يعني يقف الموقف اللي هو المضاد، اتباع الاصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا. يبقى ما دام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل. نقول لهم يا ناس فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه. الحكم الذي أراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف، يبقى حسم ايه؟ حسم كل خلاف. والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملا للاجتهاد. مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه، لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به محكم. حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة الخندق أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريظة، لأن بني قريظة شايعوا مشركي مكة في الحرب، فأراد الله منه أن لا يضع السلاح من الغزوة إلا بعد أن يؤدب هؤلاء. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة، لكن الشمس آذنت بالمغيب، فانقسم صحابة رسول الله قسمين، قسم قال الشمس تغيب وسنصلي، قسم آخر قال رسول الله فلا نصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم العصر ولم يصلي الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة، ورفعوا أمرهم إلى المشرع فأقر هذا وأقر هذا، لأن النص محتمل. ليه؟ قال لك لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكان، فكل حدث له زمان ومكان. فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن نصلي العصر نظروا إلى الزمان، ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث، والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين؟ إلى المكان. يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته، والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. يبقى مدام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للتاني أنك أبطلت؟ إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم يبقى ده ما فيش فيه أبدا لا خلاف ولا أي حاجة، وإن كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى إذن الله لنا بالنص غير المحكم إذن بالاجتهاد فيه. ولذلك من ذهب إليه ما يصحش نخطاه. ولذلك أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن مع بعض يقول لك إيه؟ أنا الصواب الذي ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب. أدب. ولذلك من أدبهم والذي أبقى مذاهبهم إلى الآن عدم أدب الناس التانيين خلى مذاهبهم الآن ولا تضربوها، والحمد لله لما تضروش مين. الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بينا في آية الوضوء هذه المسألة بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه،
لما قال اذا قمتم الى الصلاه قال ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. وهل الوجه يختلف فيه؟ أبدا. الوجه معروف من هنا منبت شعر الاسفل ومن الاذن دي شحمه الاذن لشحمه الاذن، ما فيش فيه خلاف. ولذلك لم يتكلم الله في تحديد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ايه؟ وجوهكم. وبعد ذلك حينما قال وايديكم يعني واغسلوا ايه؟ ايديكم. هل اطلقها كما اطلق الوجه؟ لا، قال الى المرافق. ليه يا ربي؟ قال لك لان الايد دي يختلف فيه، بعضهم يعتبرها الكف وبعضهم يعتبرها الى المرفق وبعضهم يعتبرها الى الكتف. فلو قال وايديكم اللي يقول الكف ينفع، واللي يقول الى المرفق واللي يقول الى الكتف ينفع، ولكن الله يريدها على لون خاص فقال الى المرافق. اذا حين يريد الله تحديد حكم لا يدع مجالا فيه للخلاف، يبقى ده محكم. لما جي في امسحوا رؤوسكم، اما كان الحق يستطيع ان يقول امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم؟ ممكن. طيب ما كانش يقول امسحوا رؤوسكم الى كذا او من كذا لكذا، الربع التلت النص، كان يقدر ولا ما يقدر؟ البعض لا، ده هو ارادها على اي لون فقال امسحوا رؤوسكم، ولا امسحوا برؤوسكم. يبقى الباء هنا ممكن ان تكون للاستعانة، ممكن تكون للإصرار، ممكن تكون للتبعيض. فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز؟ طب خدنا دي منين؟ من ان النص محتمل لاجتهاد. والى لقاء اخر.